بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 67. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثها أحد المستمعين. يقول السائل محمد، الأخ محمد عرضنا سؤالا له في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسألكم شيخ صالح ويقول: بعض المصلين إذا سجد فإنه يسجد على أصابع يديه ولا يضع كفيه كاملتين على الأرض، ما الحكم في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على 7 أعوض، الوجه والكفان والركبتان ورؤوس القدمين، أطراف القدمين، هذه أعضاء السجود، فلا بد من وضعها على المصلى، إما على الأرض مباشرة إذا كان يصلي على الأرض، أو على المصلى الذي يصلي عليه من فراش ونحوه، ولا يجوز له رفع شيء من هذه الأعضاء رفعا كاملا. إذا رفع العضو رفعا كاملا في كل السجود ولم يضعه من غير عذر شرعي لم يصح سجوده، وإذا رفع بعضه صح سجوده ولكن يكون فيه نقص. فهذا الذي يضع أطراف أصابع يديه ويرفع راحتيه عن الأرض ومعظم كفيه، هذا فيه نقص عظيم، لكن لا يقال إن صلاته بطلت لأنه وضع بعض العضو على الأرض. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل شيخ صالح فيقول: قال الله تعالى عن أصحاب الشمال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. ما معنى هذه الآية؟ وهل هناك ضابط للترف المحرم؟ جزاكم الله خيرا. الترف المحرم هو الذي يشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وقد لا يقتصر المترف على ما أباح الله سبحانه وتعالى، بل يعطي نفسه كل ما تشتهي من حلال أو حرام، هذا هو الترف المحرم. ولأن الترف يحمل على تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. دل على أن الترف الزائد يؤدي إلى الفسوق، الخروج عن طاعة الله عز وجل ومعصية الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيؤدي ذلك إلى الهلاك. فإن كان الترف أقل من ذلك فإنه يكون مكروها، لأنه يشغل عن طاعة الله، ولأنه يعود النفس على الكسل، والمطلوب من المسلم الجد والاجتهاد والجهاد في سبيل الله والعمل الصالح والقيام الليل. أما المترف الذي ينام ويملأ بطنه بالطعام ويتناول كل ما ظفرت به يده ويشتغل بذلك عن طاعة الله ويتكاسل عن الطاعة، فهذا أيضا من الترف المكروه أو المحرم. لكن الترف الخطر هو الذي يحمل صاحبه على الفسوق وعلى تجاوز حرمات الله سبحانه وتعالى، بل أشد من ذلك معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. الترف مذموم على كل حال، لكنه يتفاوت، بعضه أشد من بعض. نعم. حتى لا يكون الإنسان مترفا شيخ صالح، ولا سيما الترف المحرم، ما العمل؟ ما الضابط؟ ما الحدود حتى يكون الإنسان داخل العمل الصالح وداخل الترف المباح إن صح التعبير؟ توسط والاعتدال، توسط والاعتدال، كما قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال سبحانه: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. فالوسط بين البخل وبين التبذير والإسراف هو الطريق الصحيح
الاعتدال في المأكل والمشرب والملبس من غير إسراف ومن غير تقتير، هذا هو الطريق الصحيح والوسط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا دخل المأموم في الصلاة والإمام يقرأ في السورة التي بعد الفاتحة، هل يقرأ دعاء الاستفتاح أم يقتصر على الفاتحة؟ جزاكم الله خيرا. دعاء الاستفتاح مستحب، وقراءة الفاتحة ركن، لا سيما عند من يرى أنها ركن في حق المأموم أيضا، يتأكد عليه قراءة الفاتحة. إن كان الوقت يتسع الإتيان بالاستفتاح وقراءة الفاتحة قبل الركوع هذا أحسن وأتم. أما إذا لم يبقى إلا مقدار قراءة الفاتحة فتتأكد قراءتها لئلا تفوت عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، هذا الحكم سواء كانت الصلاة جهرية أم سرية؟ نعم، عند من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. نعم. سواء كانت جهرية أو سرية. نعم. إذا لحقت بالإمام وتمكنت من إدراكه وتيقنت أنني سأتمكن من دعاء الاستفتاح ومن قراءة الفاتحة، إلا أنه سيجهر بالقراءة بعد الفاتحة، هل استفتح وأقرأ الفاتحة أم أبدأ بالفاتحة أم أنصت؟ تقرأ الفاتحة. تقرأ الفاتحة قبل أن يشرع الإمام في القراءة من أجل أن تستمع للإمام. ولكن من الفقهاء من يقول ويستفتح ويستعين فيما يجهر فيه إمامه، كأنهم رجحوا، وهذا على مذهب من لا يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. أين؟ جزاكم الله خيرا. يقول صاحب هذه الرسالة، بعض الأمهات يكثرن من الدعاء على أولادهن والتلفظ عليهم بألفاظ سيئة مع أن الولد لم يتجاوز العاشرة من عمره، ما هو توجيه؟ لا يجوز للوالد أن يدعو على أولاده لئلا يصادف وقت إجابة فيتضرر الولد والوالد بهذا الدعاء. فعلى الوالد أن يكون رحيما بولده مشفقا عليه، وأن لا يدعو عليه وإنما يدعو له، لأن صلاح الولد من نفعه له وللوالد، وفساد الولد أو ضرر الولد يكون عليه وعلى والده. يجب التعقل في هذه الأمور وعدم التسرع. الدعاء لا يجوز على المسلمين، فكيف بالأولاد؟ كيف بالأولاد؟ هم أحرى بأن لا يدعو والدهم عليهم إلا للمظلوم، فالمظلوم يجوز له أن يدعو على ظالمه، وكونه يصبر ولا يدعو أفضل. نعم. هذه رسالة بعث بها أحد المستمعين، صدرها بقوله: أرجو من فضيلتكم أن تسمحوا لي أثابكم الله بأن أطيل قليلا في سرد بعض الموضوعات التي تؤرقني، وآمل في أن أنهل من عبق فتاواكم ما يريح صدري وينير دربي ويهديني إلى الصواب. ولدي عدة استفسارات. أولا، والدة زوجتي ووالدها لديهم من التصرفات ما أراها أمورا عجيبة وغريبة لم أعهدها في حياتي. وعلى سبيل المثال للحصر، عدم الاهتمام ببناتهم زوجتي وأخواتها بصورة ملفتة للنظر، فلديهم 4 بنات متزوجات وجميعهم لهم أطفال، وواحدة من هؤلاء البنات تسكن معهم في العمارة نفسها، ولكنهم لا يودون ابنتهم هذه ولا يقومون بزيارتها في شقتها ولا يسألون عن حالتها، على الرغم من أنهم يعلمون بأن زوجها يمر بظروف سيئة، وقد لا يجدون ما يقتاتونه في اليوم، وقد ينامون في بعض الأحيان جياعا، وعلى الرغم من أن ابنتهم هذه تعودت في كل صباح أن تذهب لهم وتسلم عليهم وتتفقدهم، إلا أن والديها لا يزورانها ولا يتفقدانها، علما بأنهما يقومان بصفة مستمرة بزيارة ابنتهم المفضلة التي تسكن بعيدة عنهم، ويمضي معها الأيام والأيام، ويصرفان عليها وعلى زوجها ما يحتاجونه من مصاريف، على الرغم من أن زوجها يعمل ويسكن في سكن عالي المستوى. هذه قضية شخصية. على كل حال، هذه دعوة يقولها السائل، ولكن لا ندري ما الملابسات لهذه القصة والأسباب
ربما يكون للوالدين عذر في تعاملهم مع هذه البنت لأنها تسيء إليهم أو لأنها أغضبتهم، قد يكون هذا. فإن كان ما ذكره السائل صحيحا ولا ليس له سبب من قبل البنت فلا شك أن هذا خطأ وقطيعة للرحم ولا يجوز لهم ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحيف مع بعض الأولاد دون بعض، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فيجب على الوالدين العدل بين الأولاد، لكن ربما يكون هناك سبب من قبل الولد يحمل الوالدين على معاملته مثل ما ذكره السائل، فعلى البنت أن تتفقد نفسها وأن تطلب المسامحة من والديها إذا كانت أخطأت في حقهم، وعلى الوالدين إذا لم يكن هناك سبب من قبل البنت أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحسن المعاملة مع بناتهم بالعدل والإحسان. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. إذا كانت البنت تزورهم باستمرار، هل يجب على الوالدين أن يردوا الزيارة أم تكفي زيارة البنت لوالديها؟ هذا واجب على البنت، واجب على البنت أنها تزور والديها. طيب، فإن زارها والداها أو أحدهما فهذا من الإحسان أيضا. طيب، لكن الواجب على البنت. طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لأنهم لا يزورونه ولا يزورون زوجته، إذا قاطعهم هل يكون مخطئ ويكون قاطعا للرحم أم أنه لا بد من زيارتهم؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعم، إذا ترك زيارتهم يكون قاطعا للرحم، وصلة الرحم لا تتوقف على أن يكون الرحم محسنا إلى واصله، إن هذا يكون من باب المكافأة، يعني لا تصل إلا من وصلك وأحسن إليك، هذه ليست من الصلة وإنما هي من المكافأة، إنما الواصل هو الذي يصل رحمه وإن قطعوه، كما في الحديث: ليس الواصل بالمكافأة ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. مع أن القاعدة الشرعية التي ذكرها الله في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، هذا مع عموم الناس ومع الأقارب من باب أولى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين فاء غين، يسأل ويقول: أثناء انتظار إقامة الصلاة، هل الأفضل قراءة القرآن أم الإكثار من الدعاء، أي بين الأذان والإقامة؟ كلاهما مشروع، الدعاء وقراءة القرآن، لكن لا شك أن قراءة القرآن تكون أفضل من جميع الأذكار إلا في المواطن التي لها ذكر مخصص بها. الأوقات التي لها ذكر مخصص ومقيد بها فإن الإتيان بالذكر المخصص يكون أفضل من تلاوة القرآن، لأن تلاوة القرآن لها وقت آخر، وأما هذا الذكر المخصص بهذا الوقت فإنه يفوت، وقد يكون المفضول فاضلا في بعض الأحيان بمثل هذه المناسبة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، إذا أذن المؤذن وشرع في الأذان وأنا أقرأ القرآن، هل الأفضل أن أتابع المؤذن وآتي بالأذكار المشروعة بعد الأذان أم أستمر في قراءة القرآن؟ الأفضل أنك تتابع المؤذن وتأتي بعده بالأذكار المشروعة ثم تواصل تلاوة القرآن بعد ذلك لتجمع بين الفضيلتين. نعم، ما شاء الله. إذا سلم علي أخي المسلم وأنا أقرأ القرآن، هل أستمر في قراءة القرآن أم أرد عليه السلام؟ أنت مخير في هذا، ما شاء الله. أنت مخير. نعم، ولكن الذي يقرأ القرآن لا يشرع السلام عليه حتى يفرغ من تلاوة القرآن، لكن الرد هنا لا يجب. الرد لا يجب، لا يجب في هذه الحالة. ما شاء الله. أما في غير هذه الحالة فإن الرد واجب، فالوداع بالسلام سنة ورده واجب، لكن إذا كان هناك ما يمنع من الرد مثل تلاوة القرآن، نعم، أو أن الإنسان مشغول بالحديث مع آخر، نعم، فإن الرد غير واجب في هذه الحالة. نعم. عودا على بدء الشيخ صالح، في حلقة مضت كان حديثنا حول المفاضلة بين الأعمال. نعم. هذه الأسئلة أيضا تثار حول هذا الموضوع، ألا ترشحون كاتبا معينا، ألا تعيدون المستمعين بأن تتفرغوا لمثل هذا العمل وبيان المفاضلة بين كثير من الأعمال حتى يختار المسلم ما هو أفضل ويدع ما هو مفضولا إلى وقت أوسع؟ هذا قلنا إنه يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال، ولا ينضبط بضابط عام
وإنما هذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص والظروف. فقد يكون المفضول فاضلا في بعض الأحيان لسبب من الأسباب، ولذلك لا يمكن وضع كتاب ضابط لهذه الأمور، وإنما توضع قواعد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أتعدون المستمعين بشيء من هذا الشخص؟ لعله يحصل إن شاء الله. اللهم أو نجد كتابا في هذا إن شاء الله. اللهم أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا صاحب هذه الرسالة: أرى بعض جماعة المسجد يجلسون بعد الصلاة يقرؤون القرآن كلا على حدة، هل الأفضل فعل ذلك في المسجد أم في البيت؟ وأرغب توضيح فضل قراءة القرآن الكريم في البيت. قراءة القرآن مطلوبة في البيت ومطلوبة في المسجد، فيقرأ القرآن في بيته ويقرأ القرآن في المسجد. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه فضائل عظيمة في الاشتغال بالقرآن في المساجد، والبيوت أيضا لا تحرم من قراءة القرآن فيها لتنويرها وتطيبها بكلام الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل السؤال القائم شيخ صالح: هل الأفضل فعل ذلك في المسجد أم في البيت؟ كله فيه فضل ولله الحمد، كله فيه فضل، ولكن قد يكون في البيت أفضل من ناحية أن فيه إحياء للبيت بذكر الله عز وجل، ومن ناحية أنه أدعى إلى الإخلاص وعدم الرياء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا حصل لي وقت معين شيخ صالح، وقت فراغ، هل الأفضل أن أقرأ القرآن في بيتي أم أقرأ القرآن في المسجد مثلا؟ حسب الراحة لك. فإذا كان قراءتك للقرآن في المسجد أحضر لذهنك وأبعد عن التشويش فيكون في المسجد، وإذا كان هذا في البيت فهو في البيت أفضل، هو في المكان الذي تطمئن فيه وتذهب عنك المشوشات. نعم. أحسن الله إليكم. لا شك أن البقاء في المسجد أفضل، ولا سيما إذا صلى صلاة وبقي يقرأ القرآن لينتظر صلاة أخرى ويكون المسجد أحدى في الغالب، فهل لكم توجيه آخر شيخ صالح؟ نعم، هذا شيء طيب، يعتكف في المسجد ولو زمنا يسيرا. نعم. يتلو كتاب الله وينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة القادمة، هذا فيه فضل عظيم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرى بعض الإخوة حينما يشترون أشياء في الحراج مثل صناديق التمور، ويأتيهم مباشرة شخص آخر ويدفع زيادة في السعر للمشتري الأول ويأخذها، مع أن المشتري الأول لم يحركها من مكانها أو ينقلها، هل يجوز هذا؟ نعلم أنه لا يجوز بيع السلع إلا بعد قبضها، وذلك بنقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يؤويها التجار إلى رحالهم. ولكن لعله في هذه الحالة اشترى صناديق من التمر أو أواني من التمر أو الخضار مثلا أو الخضار وأعطي فيها ربحا، فإنه لا مانع من بيعها في المكان الذي اشتراها فيه، لأنه لو ذهب بها إلى بيته أو إلى مكانه ربما يفوت الزبائن. يفوت الزبائن وتحتاج إلى مؤونة زيادة. لا، دعنا من المؤونة، لكن يفوت الزبائن. طيب. وتفوت عليه هذه البيعة. فإذا استولى عليها، تم استيلاؤه عليها وسلمها له بائعها، فهذا نوع من القبض. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول زاي واو يا من سوريا، يقول: هل تجوز مشاهدة ما يعرض على القنوات القضائية من أفلام مثيرة وعورات، علما بأن بعض الناس يقول أن هذا جائز، وكيف نستطيع إقناع هؤلاء بأنه حرام؟ هذا حرام واضح التحريم وشديد التحريم، مطالعة المسلسلات الهابطة والأفلام الخليعة هذا شديد التحريم، لأنه يثير الفتنة ويحرك الشهوة ويدعو إلى الفساد، فهذا أمر منكر ودمار للبيوت وخراب للأخلاق،
وإفساد للأسر، وهذا من الفتن العظيمة التي بعثت على الناس في آخر هذا الزمان. فهذا حرام شديد التحريم، والذي يقول إن هذا مباح هذا يقول على الله بلا علم، لأن الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم الأسباب التي تؤدي إلى الفواحش، سد الذرائع سبحانه وتعالى التي تفضي إلى المحرمات. ولا شك أن هذه الأفلام الخليعة وهذه المسلسلات الهابطة أنها وسيلة إلى الحرام، وما فسدت البيوت والأسر إلا من أسباب هذه الأمور وهذه الدعايات المضللة. فالواجب على المسلم أن يطهر بيته ومحله من هذه الأمور التي هي من أوكار الشيطان ومن مستنقعات الفتن والأخلاق الرذيلة، صدرها لنا أعداؤنا ليفسدوا بها أخلاقنا وأسرنا وبلادنا أكثر مما يدمرونها بالسلاح الفتاك. قال الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وذهاب الأخلاق يحصل بسبب هذه الوسائل الخبيثة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال أخير نختم به هذا اللقاء شيخ صالح: ترك الحرية للناس يأكلون ما يشاءون ويلبسون ما يشاءون ويسمعون ما يشاءون ويشاهدون ما يشاءون، ما موقف العلماء من ماذا يجب أن يقال لمثل هؤلاء الناس؟ لم تترك الحرية للناس، الله جل وعلا وضع لهم ضوابط وبين لهم الحلال والحرام وتوعدهم على فعل الحرام وحثهم على فعل الطاعات والاستغناء بما أباح الله. الله جل وعلا لم يتركهم أحرارا يأكلون ما يشاءون ويلبسون ما يشاءون ويشربون ما يشاءون وينظرون إلى ما يشاءون، بل هناك ضوابط شرعية وهناك أيضا سلطة مسلمة تأخذ على أيدي هؤلاء. هذا من واجب سلطة المسلمين أنها تمنع هذه المنكرات، ومن واجب المسلمين عموما أن ينكروا هذه المنكرات ويسعوا في إزالتها كل بحسب استطاعته. فلا يجوز السكوت على هذه الأمور وترك هذه الأمور تنفث في مجتمع المسلمين، وللمسلمين قدرة على منعها وإزالتها من بلادهم ومن بيوتهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب رسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة